الدوسي تضربت نهار 14 جام في خدام وزاره الداخليه مما ادى الى كسر يدي دوبل فراكتور عندي في يدي فهمتني. حصلنا على القسط الاول اللي هو 3000 دينار وعدونا بقسط ثاني اللي هو 3000 دينار اخرى مساوي للقدر. نحن انا كمعناه كجريح ثوره نرفضها جمله وتفصيلا. 3000 دينار هذه شنو المطلوب من الدوله اكبر من ان من تعويض 3000 دينار. انا ممكن كنت عركت مع واحد من حومه حماس ولا خباز القضاء الجزائي معناه يعوضني اكثر. دوله هذه ضربتني 3000 دينار. انا صارف 5 ملايين على يدي. هذا من اول ضحيه انا صارف 5 ملايين على يدي معناه هذا من اول ضحيه. ايش باش تعمل لي؟ يعني المفروض الحكومه هذه نحن ماناش نحطوا في العصا بين قوسين. نحن ماناش نحطوا في العصا في العجل الحكومه هذه، لكن الحكومه هذه قاعده تمشي باراء الحكومه السابقه. يا اخي كون مستقل انت واعطي للجرحى اللي حطوك على الكراسي يعطيهم حق. واسي اللي يخدم على روحك، لان نحن لا نحبوا الاعتصامات ولا نحبوا الفوضى. عارفين هذه حكومه شرعيه انتخبها الشعب. يا سيد الوزير الاول من فضلك اعيد حساباتك في مخص الجرحى والشهداء وكهو هذاك معنا انا.